طابت أوقاتكم، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه التغطية المستمرة حول آخر تطورات التصعيد الأخير بين إسرائيل ولبنان على شاشة القاهرة الإخبارية. أبقى فيها مع حضراتكم أنا ياسر رشدي. في التفاصيل، أعلن حزب الله اللبناني مقتل اثنين من عناصره في غارة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدة شقرة في جنوب لبنان. كان مراسلنا أفاد باستهداف مسيرة إسرائيلية سيارة ودراجة نارية بين منطقتي شقرة وميس الجبل، أسفر أيضا عن إصابة ثلاثة أشخاص بينهم طفل. كما استهدف جيش الاحتلال بلدات حولة ومركبة ويارون والخيام وطير حرفة وعيت الشعب بالجنوب اللبناني. في تلك الأثناء تواصل قوات يونيفيل تسيير دورياتها على الحدود اللبنانية الإسرائيلية لتهدئة الوضع وتخفيف التوترات. أكد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أن الصاروخ الذي سقط على الجولان انطلق من لبنان وهو من طراز فلق واحد، مشيرا إلى أن حزب الله هو الوحيد الذي يملك هذا النوع من الأسلحة. وأشار المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية بأن إسرائيل لديها أنواع مختلفة من الأسلحة الدفاعية، مؤكدا أن حزب الله سيدفع ثمنا باهظا لم يدفعه من قبل بعد هجومه على الجولان المحتل. للمزيد من المتابعة انضم إلينا من جنوب لبنان أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية. بعد التحية أحمد، يبدو في هذه الأجواء الساخنة أنه سيكون مهم جدا أن نرصد من خلالك كيف تبدو الأوضاع على الأرض وأنت في عين المكان. إذن يبدو أن هناك مشكلة ما في التواصل مع زميل أحمد سنجاب، سنحاول التواصل معه مرة أخرى. أثار الهجوم الصاروخي على قرية مجدل شمس في هضبة الجولان المحتلة تخوفا من تصاعد حدة المواجهة بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، وقد هددت إسرائيل بأن يدفع حزب الله ثمن هجومه على القرية، وفوضت حكومة الاحتلال رئيس الوزراء ووزير الدفاع بتحديد موعد التصعيد. تفويض يضيق دائرة اتخاذ القرار بالداخل الإسرائيلي بشأن مواجهة التوترات على الجبهة الشمالية مع لبنان، فالكرة الآن في ملعب نتنياهو بعدما فوضته الحكومة الأمنية الإسرائيلية إلى جانب وزير دفاعه يؤف جالانت بتحديد نوع وتوقيت التصعيد مع حزب الله اللبناني. المواجهات بين حزب الله وتل أبيب والتي لم تهدأ نيرانها منذ أشهر باتت الآن مرشحة لمزيد من التصعيد، خاصة بعد أن ألقت إسرائيل باللوم على حزب الله في الهجوم الصاروخي على قرية مجدل شمس بهضبة الجولان المحتل، وتعهدت على أثره تل أبيب بأن حزب الله سيدفع الثمن. التصعيد المقلق إقليميا وعالميا بين الجانبين هو اختبار آخر لحكومة نتنياهو التي لم تنجز بعد اختبار الحرب على غزة رغم الدمار والقتل وانتهاكات القانون الدولي غير المسبوقة، ويزداد الاختبار على الجبهة اللبنانية صعوبة مع مخاوف اندلاع حرب إقليمية، وهو الأمر الذي أدى إلى تدخل متعدد الأطراف من الولايات المتحدة ودول ومؤسسات أخرى لنزع فتيل التصعيد. الصراع على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية أجبر عشرات الآلاف من كلا الجانبين على مغادرة منازلهم، كما أدت ضربات إسرائيلية إلى مقتل نحو 350 من مقاتلي حزب الله في لبنان وأكثر من 100 مدني، بينما أوقعت ضربات الحزب اللبناني 23 مدنيا إسرائيليا إضافة إلى 17 جنديا من جيش الاحتلال. هي خسائر رغم جسامتها إلا أنها مرشحة للتضاعف حال اختارت تل أبيب مواجهة أوسع مع حزب الله والدفع بالمنطقة كلها إلى آتون حرب غير واضحة الأبعاد والأطراف.
إلى جنوب لبنان. من هناك أحمد سنجام مراسل القاهرة الإخبارية ينضم إلينا الآن. أهلا بك أحمد. بطبيعة الحال التصريحات التي تخرج من كل أطراف تعكس سخونة الموقف على الأرض، أنت في عين المكان أحمد، لو تصف لنا ردود الأفعال على واقع الحال عندك كما تراه أنت. نعم، تحياتي لك في البداية. ربما في ظل هذه السخونة الكبيرة للتصريحات والتهديدات المتبادلة سواء من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي أو التهديدات أصلا أيضا من قبل حزب الله في حال شن هجوم على لبنان، في ضوء هذه الأمور كانت المعارك أو العمليات تسير اليوم على الجبهة الجنوبية اللبنانية. جيش الاحتلال الإسرائيلي ربما كان يختبر حزب الله على مدار الساعات الماضية، حيث شن سلسلة من العمليات سواء الغارات الجوية التي استهدفت عدة بلدات في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني والقطاع الأوسط، أو من خلال المسيرات التي استهدفت سيارات ودراجات نارية على مدار اليوم، وأدت إلى سقوط ثلاثة قتلى في الجنوب اللبناني اليوم. فكانت هذه العمليات جميعها ربما يختبر بها جيش الاحتلال الإسرائيلي ردة فعل حزب الله على هذه العمليات في ضوء هذا التصعيد وفي ضوء هذه التهديدات، وأيضا في ضوء الاتصالات الدبلوماسية والسياسية الجارية والضغوط الدولية على حزب الله وعلى لبنان خلال الساعات الماضية. ولكن حزب الله ربما رد على هذه الاعتداءات بثماني عمليات نفذت من الجنوب اللبناني باتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية، من بينها عمليات كبرى مثل إطلاق عشرات الصواريخ من طراز كاتيوشا على موقع البغدادي في الجهة المقابلة للقطاع الشرقي من الجنوب اللبناني، أو أيضا تنفيذ عملية نوعية استهدفت دبابة ميركافا، حيث تم نصب كمين لهذه لقوة عسكرية إسرائيلية وتم استهداف الدبابة الميركافا وتدميرها في أحد المواقع العسكرية الإسرائيلية. في ضوء هذه العمليات ربما سيكون لها تأثير كبير جدا على قرار شن عملية كبرى في على الأراضي اللبنانية، لأن في ضوء الاختبارات التي أجراها جيش الاحتلال الإسرائيلي على الأمس نفذ سلسلة كبيرة من العمليات، وكان رد حزب الله محصورا في عمليتين فقط، ولكن اليوم مع العمليات ارتفعت وتيرة الردود من حزب الله حتى بلغت 8 عمليات. ففي ضوء هذا ربما ما يخشاه جيش الاحتلال الإسرائيلي هو ردة فعل حزب الله في حال تنفيذ أي هجوم على لبنان. جيد جدا أحمد. يعني إذن الاختبار الإسرائيلي كما كنت تحاول أن تشير في هذه الاستهدافات الإسرائيلية، كان هناك رد واضح كما أوضحت أنت من قبل حزب الله. هذا يجعلنا نتساءل عن المسار الآخر، المسار السياسي. هناك اتصالات على مدار الساعة من عدة جهات وتواصل بين مختلف الجهات الفاعلة والضاغطة والتي لها رأي في الشأن اللبناني. ما هي أهم هذه الاتصالات التي تجرى في الداخل اللبناني ومع الخارج، سواء كان مع الولايات المتحدة الأمريكية أو فرنسا أو غيرها من الدول؟ نعم، ربما تقوم الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا فرنسا وأيضا قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان عبر قيادتها، تقوم هذه الجهات جميعها بجهود مكثفة على مدار الساعات الماضية من أجل الضغط على لبنان، للضغط على حزب الله من أجل وقف عملياته من الجنوب اللبناني والعودة إلى التطبيق الكامل للقرار 1701، وأيضا أن تكون العملية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية محدودة، بشرط ألا يقابل ذلك برد كبير من حزب الله، لأن إسرائيل لا تريد الانجرار أو الدخول في حرب مفتوحة على الجبهة اللبنانية مثلما لا يريد حزب الله ذلك. ولكن ربما تنزلق الأمور في ضوء العملية والرد على هذه العمليات إلى حرب ومواجهات مفتوحة، لأن جيش الاحتلال الإسرائيلي إذا نفذ هجمة، هذه الهجمة قيمها حزب الله بأنها هجمة كبرى وأنها تستهدفه بشكل أساسي، فسينفذ بالأكيد أيضا ضربات وهجمات من الجنوب اللبناني باتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية، وربما يتمادى الأمر إلى خارج هذه النطاقات إذا أيضا تمادى جيش الاحتلال الإسرائيلي ووصل إلى مناطق. نعم أحمد، قواعد الاشتباك وخارج هذه أحمد إذا سمحت أرجوك أن تبقى معي. أذهب الآن مشاهدينا الكرام لمتابعة هذه الكلمة للملك محمد السادس العاهل المغربي في الذكرى 15 لتوليه العرش في المملكة المغربية. العملية لتحقيق وقف ملموس ودائم لإطلاق النار ومعالجة الوضع الإنساني. إن تفاقم الأوضاع بالمنطقة
يتطلب الخروج من منطقة تدبير الأزمة إلى منطقة العمل على إيجاد حل نهائي لهذا النزاع، وذلك وفق المنظور التالي. أولا، إذا كان التوصل على وقف الحرب في غزة أولوية عاجلة، فإنه يجب أن يتم بموازاة مع فتح أفق سياسي كفيل بإقرار سلام عادل ودائم في المنطقة. ثانيا، إن اعتماد المفاوضات لإحياء عملية السلام بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي يتطلب قطع الطريق على المتطرفين من أي جهة كانوا. ثالثا، إن إرساء الأمن والاستقرار بالمنطقة لن يكتمل إلا في إطار حل الدولتين تكون في غزة جزءا لا يتجزأ من أراضي الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. شابي العزيز، إن المساهمة في تنمية الوطن وفق الدفاع عن مصالحه العليا وقضاياه العادلة هي مسؤولية جميع المواطنات والمواطنين. ونود هنا أن نعبر عن اهتزازنا بالجهود التي تبذلها كل القوى الوحية والفعاليات الوطنية في القطاعين العام والخاص من أجل تقدم وتنمية البلاد. ولا يفوتنا أن نخصص بالإشادة والتقدير كل مكونات قواتنا المسلحة الملكية والدرك الملكي والإدارة الترابية والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية على تفانيهم وتجندهم الدائم تحت قيادتنا للدفاع عن وحدة الوطن وأمنه واستقراره. كما نترحم بكل خشوع على الأرواح الطاهرة لشهداء المغرب الأبرار وفي مقدهم جدنا ووالدنا المنعمان جلالة الملكين محمد الخامس والحسن الثاني أكرم الله مثواهما. وخير الختام قوله تعالى: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن مشاهدينا الكرام، فقد تابعنا هذا الجانب من كلمة العاهل المغربي محمد السادس في الذكرى 15 لتوليه العرش في المملكة المغربية، والتي أشار في الجزء الذي استمعنا إليه إلى قضية الحادثة الآن والأوضاع في الشرق الأوسط، وقال لابد من إيجاد حل يحقق وقفا فوريا لإطلاق النار، وأن تفاقم الأوضاع يعني الوصول إلى حل للنزاعات، كما طالب بوقف الحرب في غزة وقال إنه أمر له الأولوية ولابد من فتح أفق سياسي مع هذه الجهود لوقف الحرب في قطاع غزة، وقال إن إحياء عملية السلام أمر يتطلب قطع الطريق على المتطرفين من كل الأطراف، وقال لابد من حل وتفعيل حل الدولتين وأن تكون غزة جزءا أساسيا من هذا الحل. وقدم التحية لكل من يقدم خدمات للمواطنين والمواطنات في المغرب الشقيق. أعود إلى زميل أحمد سنجاب مرة أخرى. أحمد، ما هي القراءة الآن في لبنان من خلال قراءة ردود الأفعال في إسرائيل حتى اللحظة؟ طبعا يعني لم يصدر بشكل واضح ما الذي ستقوم بإسرائيل، لكن المجلس الأمني المصغر خول رئيس الوزراء ووزير الدفاع تحديد نوع وتوقيت هذا الرد. هل يعني هناك من سيناريوهات يمكن قراءتها في لبنان لرد فعل إسرائيل؟ نعم، ربما السيناريوهات التي يمكن قراءتها في هذه الأثناء أن إسرائيل لا تريد حرب واسعة، وربما تسعى بكل السبل إلى تجنب نشوب حرب في هذه المنطقة. ربما ما يجعل إسرائيل تتردد في الضرب على الأراضي اللبنانية هو فكرة الحسابات وردة فعل حزب الله على هذه الضربة، لأن إذا إسرائيل شنت ضربة قوية على الأراضي اللبنانية وقام حزب الله بشن ضربة قوية في الشمال الإسرائيلي وربما خارج الشمال الإسرائيلي، فيستدعي ذلك أيضا هجوم جديد من قبل إسرائيل ورد من حزب الله، وتندرج الأمور أو يتم استدراج المنطقة والحدود اللبنانية الجنوبية إلى حرب شاملة دون أن تريد إسرائيل ودون أن يريد أيضا حزب الله. فبالتالي الأمور حتى الآن ربما تسير
وفقا لإطار مدروس، أو هناك دراسة تتم بشكل واضح وشكل عميق لشكل الضربة ومكانها وأهدافها، وأيضا التنسيق الأهم هو تنسيق رد فعل حزب الله على هذه الضربة، لأن هذا الأمر هو ما يقلق إسرائيل وفقا للمعطيات الراهنة حتى الآن. ربما كما ذكرت لك أن اليومين سواء الأمس أو اليوم يمكن اعتبار اليومين والعمليات التي دارت على مدار اليومين في إطار اختبار القوة أو جس النبض من الجانبين. جيش الاحتلال الإسرائيلي حاول جس نبض حزب الله وردود فعله بعد هذه الهجمة الشرسة أو التهديدات الشرسة وغير المسبوقة على مدار الساعات القليلة الماضية، وأيضا في ضوء الضغوط الدولية غير المسبوقة أيضا منذ بداية التوترات وكثافة هذه الضغوط، فوجدت أن حزب الله يرد أيضا على العمليات التي تنفذ في الجنوب اللبناني، علما بأن عمليات جيش الاحتلال على مدار يوم أمس بالكامل لم تسفر عن سقوط أي ضحايا، ولكن عمليات اليوم أسفرت عن سقوط ضحايا، فبالتالي ارتفعت وتيرة العمليات التي ينفذها الحزب وبلغت 8 عمليات، وكانت من بينها عمليات نوعية كبرى من الجنوب. ربما شاهدنا بأعيننا اليوم من القطاع الشرقي للجنوب اللبناني آثار هذه العمليات، وتحديدا في موقع البغدادي في الجهة المقابلة للقطاع الشرقي من الجنوب اللبناني، وهو يتعرض إلى عشرات الصواريخ من طراز كاتيوشا التي أطلقها الحزب. فبالتالي في ضوء هذه الأمور تجعل حالة من عدم اليقين فيما يتعلق بالضربة ومكانها وتوقيتها، وأيضا ردود الفعل التي يمكن أن تحدث على هذه الضربة في حال حدوثها خلال الفترة المقبلة. شكرا جزيلا لك من جنوب لبنان أحمد سنجام مراسل القاهرة الإخبارية. نبقى بالقراءة والتحليل من العاصمة الفرنسية باريس. ينضم إلينا الأستاذ سمير سكاف الكاتب والمحلل السياسي اللبناني. بعد تحية أستاذ سمير، هل تعتقد أنه هذه بعد هذه الضربة الأخيرة في مجدل شمس في هضبة الجولان المحتلة، هل ستذهب الأمور إلى مزيد من التصعيد؟ طبعا كان هناك تصعيد واضح بين حزب الله وإسرائيل في الفترة السابقة، لكن هل سنشهد تغيرا نوعيا، تغيرا في قواعد الاشتباك بين حزب الله وإسرائيل؟ مساء الخير. يعني بالواقع يعني ما نشهده الآن هو يعني في بعض المرات لا نعرف إذا كان يجب أن نضحك أو نبكي. يعني أنا أقول لك أين سأضربك وأقول لك حجم الضربة وأنت تضربني بضربة مشابهة ليست كبيرة، يعني غريب هذا النوع من الحروب. يعني أنا أعتقد إذا كان هناك حرب ستكون هناك حرب مفتوحة منذ الأساس. ما يجري الآن هو أن إسرائيل تريد رد ضربة مجد الشمس من دون أن تفتح الحرب، لأن الحرب المفتوحة ليست بعيدة عن الجو الإسرائيلي. وأنا أعتقد برأيي الخاص أن نتنياهو أخذ الضوء الأخضر باتجاه حرب شاملة ضد لبنان، ولكن ليس قبل أن ينتهي من غزة. ضوء أخضر من من أستاذ سمير؟ تعني الولايات المتحدة؟ نعم طبعا. والأخطر أنه أخذ ضوء أخضر من الرئيس دونالد ترامب. يعني حتى ضوء أخضر لحرب مفتوحة أستاذ سمير، أم أنه للرد محدود؟ جون كيربي كان يتحدث عن أنا يريد حرب مفتوحة، يعني قال هذا بالنص، لكن مع حق إسرائيل في الرد. هذا كلام لأنه لنذهب إلى الوقائع بعيدا عن النوايا وبين ما نريد وما لا نريد. ما هي الوقائع؟ الوقائع أن هناك حوالي 100,000 إسرائيلي هو مهجر قسرا من القرى ومستوطنات الشمال الإسرائيلي، وهم الآن لا يستطيعون العودة، والجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية تريد إعادتهم إلى أرضهم. صحيح. أرضهم بين مزدوجين. وطبعا إذا هناك هذه، لكن هذا الأمر كان موجود قبل مجد الشمس يعني كما تعلم. طبعا لذلك أنا قلت لك أخذ الضوء الأخضر قبل مجد الشمس. يعني أنا أذكر لك أن نتنياهو أخذ الضوء الأخضر قبل مجد الشمس لإعادة الإسرائيليين إلى قراهم ومستوطناتهم. يعني تريد أن تقول أنه لم يكن يحتاج إلى هذه العملية، عملية مجد الشمس، هو كان بالأساس. صحيح. أنا كتبت عن هذا الموضوع، أنا كنت كتبت بأحد مقالاتي منذ حوالي شهر
تقريبا يعني وكأنني أنا أكتب خطاب نتنياهو في الكونغرس وقد ذكرت كل هذه ما الذي يجعل إسرائيل غير قادرة على إعادة مواطنيها إلى هذه الأماكن؟ هل هو ما يحدث في قطاع غزة؟ هو قرار مؤجل؟ لا 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 لا, 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 لا. هو قرار مؤجل لأن الموضوع لا يعني يمكن لإسرائيل فتح عدة حروب، ولكن في المنطقة العسكرية يمكن الذهاب إلى حروب متتالية بدلا من أن تكون حروب متوازية. يعني ليش حتى يفتح الإسرائيلي حربين بنفس الوقت؟ ينتهي من غزة، ينتهي من رفح، لأنه حتى الآن لا يبدو يعني قصة رفح رغم كل بطولات الشباب في رفح في المقاومة يبدو أنها على المستوى العسكري منتهية، وقد تأخذ بعض الوقت، ولكن هناك فرق شاسع جدا في القدرات العسكرية وفي التوازن العسكري. إذن هذه قصة وقت، عندما ينتهون من هذا الملف سيفتح الملف اللبناني، سيطلب من حزب الله، وهذا ما يحدث الآن، يطلبون منه تنفيذ القرار 1701 وبالتالي الانسحاب إلى شمال الليطاني. حزب الله يجيب أن إسرائيل لم تنفذ أيضا ال 1701، وبالتالي أيضا لم تنسحب من الأراضي التي يجب أن تنسحب منها من مزارع شبعة وتلال كفر شوبة وقسم من قرية الغجر. يعني يطلبون من حزب الله الانسحاب من دون بدائل أو من دون حتى ثمن. هذا الموضوع يعني كما نعرف حزب الله هو لا يستطيع أن يوافق على هذا الأمر، وبالتالي سيصلون إلى مكان من دون أي اتفاق، وعندها سيكون المطلب سياسي، ولكن سيكون برأيي أنا الشخصي وقد أكون على خطأ، سيكون الحل عسكري، أي أننا سنذهب إلى حرب قد تكون مفتوحة أو تكون شبه مفتوحة لإعادة النازحين الإسرائيليين إلى مستوطناتهم. أستاذ سمير، أنت تتحدث إلينا من العاصمة الفرنسية باريس، ويعلم القاسي والداني الدور المهم لفرنسا تاريخيا في لبنان. هل ما زالت فرنسا تمتلك هذا التأثير اللازم للعب دور الوسيط ربما في محاولة للتهدئة بين لبنان وإسرائيل؟ هل مساحة التأثير الفرنسي ما زالت موجودة على الجانبين اللبناني والإسرائيلي؟ يعني أنا أعيدك إلى ما صرح به بنيامين نتنياهو منذ حوالي الأسبوعين لصحيفة الفيجارو الفرنسية، عندما ذكر يعني سأله الصحفي عن المبادرة الفرنسية التي أرادوا منها الدخول مع الأمريكيين والإسرائيليين لحل مع لبنان، قال لهم فليعمل الفرنسيون تحت راية الولايات المتحدة. يعني الآن دور فرنسا وحتى دور أوروبا، ونرى نحن حتى ما تصريحات جوزيب بوريل وغيره، هو دور كما في كرة القدم هو لاعب احتياط. يعني أوروبا هي لاعب احتياط في المنطقة، هي ليست لاعبا أساسيا، هي تصرح وتقول ولكن ليس بيدها أي شيء حتى على المستوى الأوروبي. يعني دورهم ثانوي، يعني حتى بالحرب الروسية الأوكرانية بدلا من أن يذهبوا ليكونوا وسيط السلام بين روسيا وأوكرانيا أخذوا موقف مع الولايات المتحدة ضد روسيا، وهم الآن لا يستطيعون الخروج من اللعبة، وكل فرنسا وأوروبا تدفع الثمن. ورأينا في الانتخابات الأوروبية الأخيرة كل قادة أوروبا خسروا الانتخابات. لماذا؟ بسبب القدرة الشرائية التي تراجعت عند الأوروبيين. تراجع القدرة الشرائية يعود إلى ارتفاع أسعار النفط والطاقة، وذلك بسبب تخلي عن الغاز الروسي. إذن كل هذه الأمور المرتبطة بعضها ببعض يدفع ثمنها اليوم الأوروبيون والفرنسيون تحديدا، ونحن نرى ذلك إن كان على مستوى التقديمات الاجتماعية، وإن كان على مستوى تراجع فرص العمل، وإن كان على مستوى تراجع القدرة الشرائية. هذا الأمر جعل من فرنسا ومن أوروبا لاعبا بديلا احتياطيا على الكرسي، بينما الأمريكي هو اللاعب الأساسي إن كان في الحرب الروسية الأوكرانية وإن كان في الحرب الإسرائيلية على غزة. طيب، يؤف جالانت وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي أستاذ سمير قال أفعالنا ستتكلم، في إشارة إلى أن الرد الإسرائيلي قادم على عملية مجد الشمس. عادة يتم استدعاء مصطلح قواعد الاشتباك حين الحديث عن التوترات والاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل. في الفترة الماضية يمكن القول أن قواعد الشباك ما زالت في إطارها حتى وأن حدث فيها اختراق بدرجة من الدرجات في أوقات مختلفة. هل هذه العملية سيكون لها ما بعدها، بمعنى أن قواعد الشباك لن تكون كما كان متفق عليه بين كل الأطراف؟
أنا أعتقد أولاً أن قواعد الاشتباك ستبقى ولكن سوف ترتفع. يعني الآن سوف نحن نتجه إلى الانزلاق، قد لا نذهب إلى انزلاق كامل إلى حرب شاملة، ولكن هناك انزلاق، وبالتالي سوف تزيد أو تكبر مساحة قواعد الاشتباك للذهاب إلى أهداف أخرى. يعني دعني أقول لك، اليوم هناك مؤشر هائل جدا لأن الضربة الإسرائيلية حاصلة من دون شك، وهو كل الدول الأوروبية والغربية طلبت من رعاياها مغادرة لبنان. صحيح. كل شركات السفر الدولية أوقفت رحلاتها إلى لبنان. حتى الكنديين يعني طلبوا من رعاياهم الخروج فورا، لأنهم لن يقوموا بمحاولة إغاثة الكنديين المتواجدين في لبنان إن لم يخرجوا فورا. هذه أمور كلها تؤشر أن ما يجري هو تنسيق استخباراتي إسرائيلي مع هذه الدول الغربية، وقد أعلمهم أن موعد الضربة قد اقترب. يعني هذا مؤشر، لا لست أحسم الأمر، ولكن طبعا المؤشرات واضحة جدا. يعني طبعا لأن هناك، ونحن نتحدث لسنا عن دولة واحدة، نحن نتحدث يعني عن الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، وكل أيضا شركات الطيران إير فرانس، لوفتانزا، كل هذه الشركات جميعا في الوقت من نفسي. واقع الخبرة السابقة يا أستاذ سمير في يعني الاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل على مدار السنين الماضية، هل تعتقد أن الرد سيكون منحصرا في الجنوب اللبناني، تستمر العمليات هكذا كما هي تدور الآن، أم أنه ربما تخرج الأمور عن السيطرة وأن تحاول إسرائيل مثلا ضرب بيروت كما تحاول بعض السيناريوهات أن تشير إلى هذا الأمر، أم أنه الولايات المتحدة الأمريكية ستضع حدا لإسرائيل في عمليتها؟ أنا أعتقد يعني سأعطي تشبيها رأيناه كلنا مؤخرا، هو ضرب الحديدة. يعني ضرب عندما قام الإسرائيليون بالرد على الحوثيين بضرب مرفأ الحديدة. طبعا يعني هذه المشهدية هي الأقرب لما قد يكون به الإسرائيليون. أنا لا أعتقد، يعني وهنا نذهب إلى تحليل، ليس هناك معلومات، لا أعتقد أنهم سيقومون باغتيال شخصية مثلا كما يقول البعض. أنا أعتقد يريدون مشهدية ضخمة، يريدون أعطاء صورة ضخمة لضربتهم. هلا قد لا تكون ضربة في بيروت، قد تكون في البقاع، لأنه الضرب في الجنوب هم هذا عمل يومي، قد لا يعطي صورة أن إسرائيل قد ضربت شيئا كبيرا، ولكن قد يذهبون إلى ضرب البقاع أو ضربة في مثلا في الضاحية الجنوبية، موقع ومكان التواجد الأكبر لحزب الله، فقد يعني قد يستهدفون أحد هذه المواقع. يعني هل وسيلة إعلامية، ملعب مجمع الشهداء حيث عادة حزب الله يعني يقيم احتفالاته، قد يكون هناك رمزية لهذه الضربة، ولكن بالتأكيد لن تكون ضربة يتيمة. نحن نتحدث عن ضربة وضربة مضادة، ولكن سيذهب الواقع إلى حدود أكبر لقواعد الاشتباك، إلى توسع قواعد الاشتباك، ولكن من دون الذهاب إلى حرب شاملة، لأن الإسرائيلي يريد تأجيل ذلك إلى ما بعد انتهاء غزة، وحزب الله يلتزم بالقرار الإيراني بعدم الدخول بحرب واسعة. وقد رأينا مثلا إذا أخذنا بالمقارنة، ونحن نحاول قراءة ما حدث في السابق، إذا رأينا مثلا الضربة الإيرانية، الرد الإيراني على قصف إسرائيل ل القنصلية الإيرانية في دمشق، رأينا مثلا أن إسرائيل أوقعت 16 قتيلا إيرانيا في سوريا، في حين أن الضربة الإيرانية على الرغم من مشهديتها الواسعة لم تسقط جريحا إسرائيليا واحدا. يعني هذه أيضا يعني لذلك كنت بدأت حديثي أن عندما نشهد في مؤخرا الضربات الإيرانية، تقوم إيران بتبليغ الجميع أننا سنضرب. صحيح. وبالتالي صحيح. حتى في الرد على اغتيال القائد التاريخي قاسم سليماني، قاموا بضرب قاعدة عين الأسد في العراق، وكانوا أبلغوا الأمريكيين، فالأمريكيون أخلوا القاعدة، وعندما قصفت إيران القاعدة لم يسقط الأمريكيين جريح واحد. طيب على ذكر إيران أستاذ سمير، في غرابة يعني على ذكر إيران، في محادثة هاتفية بين الرئيس الإيراني الجديد وبين الرئيس الفرنسي ماكرون،
حذر الرئيس الإيراني إسرائيل في هذا الاتصال من عواقب بين قوسين وخيمة إذا ما هاجمت لبنان. هذا التصريح كيف تقرأه؟ هل هو من قبيل نوع محاولة يعني للجم إسرائيل أم أنه تصريح واقعي من قبل إيران؟ يعني لا أعرف، يعني هو واقعي ولكن ليس يعني واقعي، يتحدث يعني عن عواقب وخيمة، يعني ما هي العواقب ربما يعني التي يمكن أن تقوم بها إيران في يعني ذكرت لك قد تكون عواقب وخيمة كالرد الإيراني على القصف الإسرائيلي لقنصلية دمشق. هذا هم يعتبرون أن ذلك كان ذلك ردا كبيرا جدا، وأن إيران استطاعت إصابة العمق الإسرائيلي وإلى ما غيره. وأنا أعتقد طبعا هناك إصابة للداخل الإسرائيلي، ولكن لم يدمر مبنى، لم يدمر مطار، لم يسقط قتلى، لم يعني هناك أيضا. أنا لا أقول إنه فقط انتصار إعلامي، ولكن عادة يعني تشعر أن الضربة هي موجهة لفقط إقناع الرأي العام الداخلي أكثر منه من إزاء إسرائيل. يعني هذه على الأقل الصورة التي نراها في واقع الحال، نرى أن هم مكتفون أنهم قد ردوا بهذا الشكل من الضربات من دون إيقاع قتلى ومن دون حتى تدمير مبنى كبير، هدف كبير. ليس يعني كم بالمقابل عندما رد الإسرائيليون على 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 الحوثيين أشعلوا ميناء الحديدة، وكان المشهد على الأقل بالشكل، ولست لا أعرف أنا حجم وقوع الضحايا، ولكن بالشكل كان مشهدا ضخما. نعم، شكرا جزيلا من العاصمة الفرنسية باريس أستاذ سمير سكاف الكاتب والمحلل السياسي اللبناني. شكرا للاستضافة. شهد مطار رفيق الحريري بالعاصمة اللبنانية بيروت حالة تكدس في صلاة السفر والوصول بعد تأجيل رحلات من وإلى بيروت، يأتي ذلك في أعقاب تعليق بعض شركات الطيران الدولية رحلاتها إلى لبنان في ظل التهديدات الإسرائيلية بتوجيه ضربات عسكرية إلى لبنان. وقد أوضح عدد من المسافرين أن تأخر وتعليق بعض الرحلات لم يمنع الحركة داخل المطار. احنا ما في أي شيء، بيعملوا لنا هيك شغلات جلبتية، بس ياخذ في كلياتنا نحن مجموعين فرد طوائف كلها فرد طوائف بيجمعنا المصير واحد، بس ما في اي شيء الفضل الله، الله الحمد لله. تاخر ربع ساعه، تقدم ربع ساعه، امريكا بتصير، بريطانيا بتصير، الصين بتصير. ابني كان مسافر امبارح وما مش الحال، لغي سفرته، رجع هلا مش الحال، طالع على السعودية ومفروض إذا الله راد يوصل بخير. ولا الأمور ماشية، يعني تقريبا 80% من الطيران ماشي حاله الحمد لله. الأمور تأخرت الطيارات 12 ساعة بس الأمور الحمد لله بخير. الطائرة إذا الله راد الساعة 7:30 المساء طالعة، نحن بانتظارها إلى السكن. هذا وأعلنت شركة الخطوط الجوية اللبنانية أن رحلاتها اليوم وغدا ستبقى على حالها باستثناء 5 رحلات من أصل 35 رحلة تم تأخير عودتها إلى صباح غد بدلا من وصولها بعد منتصف الليل. وذكرت الخطوط اللبنانية في بيان أن هذا الإجراء لأسباب تقنية تتعلق بتوزيع المخاطر التأمينية على الطائرات بين لبنان والخارج. هذا وقد رصدت كاميرا القاهرة الإخبارية الحركة داخل مطار بيروت الدولي. من العاصمة اللبنانية بيروت ينضم إلينا السيد هادي أبو الحسن نائب أمين سر مجلس النواب اللبناني. تحية لك سيد هادي. يعني هذه المشاهد التي كنا نتابعها الآن في مطار بيروت وهي مشاهد أولية تعكس بشكل أو بآخر أنه هناك يعني الأمور ليست بالشكل المعتاد. هل تعتقد أنه إسرائيل في ضوء كل هذه التصريحات وكل هذه المساعي ستسعى لفتح جبهة نزاع جديدة؟ أولا مساء الخير لحضرتك وللمشاهدين. لا نستبعد أي شيء من هذا العدو الإسرائيلي الطامع بتوسيع العدوان. وأصبح من الواضح أن رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو يرغب بإطالة أمد الحرب في غزة وفي جنوب لبنان بغية بقائه في السلطة. هذا أمر أصبح واضحا، وكل التاريخ والتجارب تدل أن هذا العدو الغاشم لن يتوانى عن قتل الناس الأبرياء، عن تدمير
البنى التحتية، عن تدمير الدول العربية التي يستطيع تدميرها بكل صراحة. التاريخ يشهد على هذا الأمر، كل شيء مفتوح على كل احتمالات. هل تعتقد أنه في ضوء هذه المساعي الدبلوماسية خاصة من الولايات المتحدة لوقف الحرب التي يبدو أنها قادمة، أو الاشتباك الذي يبدو قادم بين حزب الله وإسرائيل، هل سيجد صدى؟ يعني كيف قرأت تصريحات جون كيربي مثلا أن الولايات المتحدة لا تريد حربا مفتوحة لكنها تؤكد ومع إسرائيل في حقها في الرد؟ صحيح أن هناك مساعي أمريكية يقوم بها الوسيط أموس هوكشتاين، ولكن برأينا هي غير كافية، بل بالعكس، ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية تغطي نتنياهو والحكومة الإسرائيلية الحالية للتمادي بموضوع الحرب. ولو كانت الولايات المتحدة الأمريكية حاسمة وحازمة لما استمرت الحرب في غزة، ما زالوا يصرفون الاعتمادات والمساعدات لإدارة نتنياهو ويرسلون الأسلحة، فليوقفوا الأسلحة والتمويل تتوقف الحرب. أما خشيتهم من توسع الحرب في لبنان، نحن نتفهم موقف الإدارة الأمريكية أنها تحاول ضبط الميدان، ولكن من يستطيع ضبط الميدان؟ كنا نقول بأن إسرائيل غير قادرة على توسيع العدوان، ويمكن المقاومة في لبنان غير راغبة بتوسيع الحرب، صحيح، ولكن كنا نحذر فيما لو حصل خطأ بالميدان أو حادث عرضي أدى إلى خسائر بالمدنيين قد يتفلت الوضع. اليوم رغم محاولات الوسطاء ومنهم الولايات المتحدة الأمريكية لضبط الميدان، من يدري كيف تكون الأمور؟ قد تتفلت، وقد يكون هناك حوادث مشابهة لما حصل في مجدل شمس وتفلت الأمور. ما هو موقف الحكومة اللبنانية سيد هادي؟ كيف تتابع الموقف؟ لأنه يبدو أن الحكومة اللبنانية في مأزق في واقع الأمر في هذه الأثناء. الرئيس ميقاتي يقوم بجهد كبير مع الرئيس بري، مع وليد جملاط، مع كل القيادات الوطنية الحريصة لمنع توسع الحرب. ولكن هذا الموضوع ليس يعني لا يتحكم فيه، لا يتحكم بالحرب طبعا الجانب اللبناني وحده. من يتحكم بقرار الحرب والسلم هي إسرائيل، هي التي تقرر. يعني إذا اليوم أخذت قرار ووسعت العدوان، لا تنتظر أن لا يرد عليها لا ترد عليها المقاومة اللبنانية، المقاومة الإسلامية أو اللبنانية، سترد. وبالتالي نحن مقبلون على تطور ميداني قد يتفلت ويصبح غير محسوب وغير مضبوط. طيب، هو القراءة في لبنان لرد فعل إسرائيل، هذا هو الأمر. طيب، أما الحكومة اللبنانية تجري الاتصالات، الرئيس ميقاتي قام باتصالات مكثفة، الرئيس بري يجري تلك الاتصالات، يقوم بتلك الاتصالات، وليد جملاط أيضا يقوم باتصالات ويتلقى اتصالات، ونحاول أولا منع الفتنة بعد حادثة مجدل شمس، والحمد لله نجحنا بفضل الوعي الكبير، ولكن يبقى لا نستطيع أن نتحكم بطموحات العدو التدميرية والتوسعية. هذا الأمر ليس عندنا، طبعا مفهوم. هذا عند هذه الولايات المتحدة الأمريكية. طموحات إسرائيل التدميرية هذه سيد هادي، هل يمكن أن تصل إلى كما يرى البعض، يعني وإن كان البعض الآخر يستبعد ضرب العاصمة بيروت أو ضرب بنى تحتية في لبنان، أم إن الأمر سيظل في إطار رد الفعل والفعل بين حزب الله وإسرائيل في الشمال وحزب الله في جنوب لبنان؟ لا نثق بنوايا نتنياهو، هو يطمح لتوسيع العدوان وتوسيع الحرب كي يستمر في السلطة إلى أطول فترة ممكنة بعيدا عن المحاسبة والمقاضاة، هذا أمر أصبح واضحا. لهذا السبب لا نركن لأي ضمانات أبدا على الإطلاق، خصوصا خير مثال على ما أقول هو ما يجري في غزة. الكل يناشد من أجل توقيع صفقة التبادل من الولايات المتحدة الأمريكية إلى جمهورية مصر العربية إلى دولة قطر، كلهم يسعون، ولكن هو يتنصل وهو يندفع للأمام ويمعن في القتل والتهجير والتدمير
واستمرار العدوان. لا ثقة بنتنياهو. الحل هو عندما تحسم أمر الإدارة الأمريكية، إذا كانت تستطيع أن تحسم أمر اليوم على قبيل الانتخابات، وأن تأخذ موقفا حاسما وتوقف عملية إرسال الأسلحة إلى الحكومة الإسرائيلية. عندها تحسب ألف حساب الحكومة الإسرائيلية. طيب وخصوصا هناك نقاش في إسرائيل للجيش العدو الإسرائيلي موقف، وللسلطة السياسية موقف آخر. فإذا تم تجميد توريد الأسلحة إلى إسرائيل، يصبح هناك قدرة عالية للولايات المتحدة الأمريكية كي تكبح جناح نتنياهو. من العاصمة اللبنانية بيروت، هادي أبو الحسن نائب أمين سر مجلس النواب اللبناني، أشكرك شكرا جزيلا. أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اتصالا هاتفيا مع رئيس إسرائيل إسحاق هيرتسوغ لبحث الهجوم الصاروخي الذي وقع على هضبة الجولان المحتل. وخلال الاتصال شدد بلينكن على أهمية تجنب تصعيد الصراع في المنطقة، كما بحث وزير الخارجية الأمريكي ورئيس إسرائيل جهود التوصل إلى حل دبلوماسي للسماح بعودة السكان إلى منازلهم على جانبي الحدود بين إسرائيل ولبنان. نصحت السفارة الأمريكية مواطنيها في بيروت بمغادرة لبنان قبل بدء أي أزمة، ووجه ترينا بيتر مساعدة وزير الخارجية للشؤون القنصلية رسالة للمواطنين الأمريكيين في لبنان بضرورة التسجيل في برنامج ستيب لتلقي عدد من التوصيات للحفاظ على سلامتهم الشخصية. إلى العاصمة واشنطن، جيم تاونسند نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق، أهلا بك في هذه المداخلة مع القاهرة الإخبارية. أسأل بداية عن التصريحات التي صدرت من جون كيربي اليوم، هل هي تعطي ضوءا أخضر لإسرائيل بهجوم على لبنان؟ لا أعتقد ذلك، إن الإدارة الأمريكية لديها سياسة واضحة، لا ترغب في مزيد من التوتر والتداعيات أو أي ملامح من الحرب في لبنان أو في المنطقة ككل. في الأسبوع الماضي كانت هناك تصريحات ولا تعني أي ضوء أخضر. هل تتوقع أي خطوات أمريكية مع زيادة التوتر في منطقة الشرق الأوسط؟ في هذا الشأن أعتقد أن هناك سياسة للاستمرار في الضغط على نتنياهو من أجل الاتفاق على وقف إطلاق النار، من أجل حل كل المشكلات المتعلقة بهذا التوتر، وأيضا حل الأزمة الإنسانية في غزة. لابد أن نركز على هذا الاتجاه، ولابد أن نعتني بكل السبل المؤدية إلى الحلول الوسط. إدارة بايدن كانت دائما على مدار الأشهر الماضية تحاول تحقيق هذه الأهداف، وأصبحت على وشك أو بمقربة كبيرة من تحقيق الكثير من الأهداف، ويتم الاتفاق الآن حول إطار عمل للاتفاق بشأن هذه الهدنة وكذلك إطلاق سراح الرهائن. ولكن من الواضح تماما أن هناك عددا من التحديات التي تؤدي إلى المأساة التي نراها في قتل الأطفال والنساء والاستمرار أوضاع متردية في غزة. ما الذي يجعل هذه الرغبة الأمريكية لا تتحقق على الأرض جيم؟ هل هو عدم قدرة أم عدم رغبة؟ أود أن أؤكد لكم أن الإدارة الأمريكية تحاول إيجاد الحلول المستدامة الشاملة والنهائية، ولكن لا يوجد شريك لديه الرغبة في أن ينفذ هذه الحلول. فبالتالي القنوات الدبلوماسية ليس فقط من الولايات المتحدة ولكن عددا من الدول الأخرى، عليهم بذل مزيد من الجهود للضغط الدبلوماسي من أجل تجنب أي حرب إقليمية. نحن نعلم تماما أن هناك تدخل من بعض الأطراف، وهناك كثير من التحديات، وهناك عددا من الأطراف الفاعلة، ولكن هناك الكثير من الصعوبات في هذه المرحلة من أجل الوصول إلى الحلول النهائية أو الاتفاق على مدى طويل. وهذا
هذا الصراع يضعن كثير من العراقيل في هذا الشأن. أعتقد أن الإدارة الأمريكية لديها الرغبة حقيقية في حل الأزمة. الولايات المتحدة جيم وعدد من الدول الأوروبية طالبت كما تعلم رعاياها بترك الأراضي اللبنانية، هل هذا يعني أن المشهد في لبنان يذهب إلى حرب، سواء كانت حرب مفتوحة أو محدودة، أم تتوقع أن يسود الهدوء مرة أخرى بين طرفي الصراع في ضوء يعني هذه المحاولات الأمريكية وغيرها من المحاولات حتى الفرنسية؟ من وجهة نظري أعتقد أن في هذا الصدد هناك الكثير من الجهود المبذولة من أجل تهدئة الأوضاع، من أجل ألا تندرج المنطقة في حرب إقليمية. ربما تكون هذه المسائل تتعلق بالضغوط على نتنياهو، مما يؤدي إلى مزيد من الضغوط على المؤسسة العسكرية الإسرائيلية لوقف العمليات العدائية ومن أجل أيضا التهدئة. أعتقد من وجهة نظري أن السبيل إلى التهدئة في لبنان سوف يكون من خلال الاتفاق بين كافة الأطراف ومن أجل الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة. مع الوضع في الحسبان كافة المحاذير، أصبح هناك مساحة للتداعيات والتوتر بشكل أكبر مقارنة بالماضي، فبالتالي أصبح لزاما علينا أن نتخذ كافة الخطوات والتكتيكات الإيجابية من أجل التهدئة، وعلينا أن ننتظر ونرى ما يحدث. ونحن لا نعلم تماما ما ستفعله إسرائيل في نهاية المطاف، نحن لا نعلم كذلك ما سيفعل حزب الله، ولكن نحن نأمل فقط أن نكون لدينا القدرة على تجنب هذا التوتر الذي يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الأزمة الإنسانية والتي تؤدي إلى الدمار والوفاة والمأساة والمعاناة. إذا لم نتمكن من التهدئة فبالتالي سوف نبدأ على عمل وتحقيق وقف إطلاق النار من البداية. لابد أن نبني على ما حدث سابقا ومن أجل الوصول إلى الحلول المستدامة. جيم، ما هي مخاطر نشوب حرب إقليمية خصوصا مع تحذير إيراني على لسان رئيسها في مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي من عواقب وخيمة ستشهدها إسرائيل في حال ضربت لبنان؟ من وجهة نظري أعتقد أن هناك الكثير من العوامل الفاعلة في هذه المنطقة، وهناك الكثير من المفاجآت. المنطقة لديها الكثير من التدخلات، المنطقة تعاني بشكل كثير. نحن في حاجة إلى المحادثات والمباحثات السلمية الإيجابية. أنا أعلم أن الجانب الفرنسي والولايات المتحدة تعمل مع عدد من الدول في المنطقة في كافة السياقات المتاحة من أجل أن تدفع أي تدخل خارجي، من أجل أن تحد من التدخلات الإسرائيلية والتأثيرات على لبنان. فبالتالي نحن نرى أن هناك توترات متزايدة ومتصاعدة خلال الأيام الأخيرة، فبالتالي هناك حاجة ماسة إلى القنوات الدبلوماسية، ونتمنى لهم كل النجاح والسداد. إذا لم ننجح في ذلك سوف يتسبب الأمر في مزيد من المأساة. جيم، هل تعتقد أن إسرائيل قادرة على فتح جبهتين في آن واحد؟ ربما كانت هناك تصريحات من أكثر من مسؤول إسرائيلي، سواء كان رئيس الوزراء أو وزير الدفاع، بأن إسرائيل دوما جاهزة لفتح جبهة لبنان أو فتح الحرب في جبهة لبنان حتى مع وجودها في قطاع غزة واحتلالها لقطاع غزة. هل عسكريا إسرائيل يمكن أن تذهب إلى هذا الخيار؟ أعتقد أن إسرائيل بالفعل قد خاضت الكثير من الصراعات ولديها عددا من القدرات المتاحة، ولكن هناك ضغوط اجتماعية التي تدفع نتنياهو إلى وقف إطلاق النار. وأيضا من بشأن فتح جبهة جديدة في لبنان، هذا يؤدي إلى مزيد من التداعيات الإنسانية. إسرائيل تتأثر كذلك، والمؤسسة العسكرية كذلك تتأثر بشكل كبير عند فتح جبهتين. وأعتقد أنه من الغباء تماما أن تنخرط إسرائيل في هذا الخيار، ولابد أن يكون نتنياهو أكثر مرونة من أن
يحقق وقف إطلاق النار ومن أجل عودة المحتجزين إلى عائلاتهم. لا يمكن الحل على لا يمكن السير في هذين الاتجاهين، الحرب أو إطلاق سراح الرهائن في نفس الوقت. لابد من التركيز على المساعدات الإنسانية وحل الأزمة الإغاثية الإنسانية، وكذلك وعقد صفقة لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار، فبدلا من الانخراط في جبهة جديدة. فبالتالي لابد من الدفع في هذا الاتجاه بشكل قوي. إذن أنت جن تعتقد أنه حل الأزمة في غزة وإنهاء الحرب في قطاع غزة ستكون له انعكاسات واضحة على هذه المسارات الكثيرة المفتوحة بما فيها المسار اللبناني؟ يعني إن حدث تقدم في هذا المسار تعتقد أنه حدة التوتر سوف تقل على جبهة لبنان؟ لدي وجهة نظر في هذا الشأن. أعتقد أن أي تهدئة سوف تعمل على حل الأزمة خطوة بخطوة، بداية بوقف إطلاق النار إذا تمكن من تحقيق هذا الأمر. ولكن إذا ما استمر القتال واستمر حزب الله في إطلاق الصواريخ وكذلك الحوثيين، فإن الأطراف الأخرى ربما تتدخل بشكل مبالغ من خلال الأذرع المتاحة في المنطقة. نحن سنعيش بهذا الشكل في مزيدا من التوترات والصراعات والمخاطر. هذه الضربات الجوية والصاروخية وبالمسيرات سوف تؤدي إلى مزيد من التوترات والتداعيات وستؤثر على الجميع. فبالتالي هناك حاجة ماسة لوقف إطلاق النار، وأن نتيح الحلول الدبلوماسية من خلال كافة القنوات المتاحة عبر الاتفاق بين الأطراف. بحسب مسؤولين في حزب الله لأسوشيتد بريس جيم، حزب الله حرك صواريخ موجهة بدقة اليوم الاثنين تحسبا لرد فعل إسرائيلي قادم. أسأل هنا بخبرتك العسكرية أنه قواعد الاشتباك هل سيتم الحفاظ عليها بين الجانبين أم أنه ربما تخرج الأمور عن السيطرة بحسب ما يصدر سواء من حزب الله أو من جانب إسرائيل؟ أعتقد أن هذا صحيح تماما كما طرحتم. هناك الكثير من التعقيدات والعوامل المؤثرة في هذا الشأن. ربما نجد أن الطرق التقليدية في التعامل مع بعضهم البعض تتأثر بشكل كبير من خلال المعطيات على أرض الواقع. بالطبع هناك حسابات مختلفة، كل الطرف يحاول أن يبدأ بالهجمة الاستباقية، ولكن الأمر لن يعود إلا بالدمار على كل الأطراف. لابد من العودة إلى المسار الآمن وكيف تعامل إسرائيل مع حزب الله. وهناك الكثير من التوقعات، ولكن لابد أن يكون الأمر متسقا وألا يعتمد على عنصر المفاجأة. إذا ما خرجنا عن هذا المسار سوف يؤدي إلى أكثر من الدمار والتوتر. ربما تحدث الكثير من الأخطاء في الضربات ويؤدي إلى مزيدا من الانخراط في الصراع. من العاصمة الأمريكية واشنطن، جيم تاونسند نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق، شكرا جزيلا لك. وصلت بحضراتكم مشاهدينا الكرام إلى ختام هذه الساعة الإخبارية. على رأس الساعة القادمة جولة مع مراسل القاهرة الإخبارية والزميل أحمد بشتو. في ختام هذه الساعة تقبلوا تحياتي ياسر رشدي، في أمان الله وإلى اللقاء.